غزيلان تعود الملكية لساري بن بلوش بن براك المزروعي من يقدم أغزيلان مع هذا المسار هو الانطلاق وهو يسيطر في مقدمة الشوط يعلن حضوره بهذا المسار مع القيادة والصدارة انتقل مباشرة إلى المركز الثاني ورا في ثاني المراكز الحاسم راشد بن علي بن خالد القبر النعيمي من يقدم الحاسم وياتي الحاسم مع المركز الثاني نقلة مباشرة مع المركز الثالث في هذه اللحظات من يرافق مشاهدينا الكرام غزيلان والحاسم مع الصدارة ياتي بهذا الانطلاق ينطلق مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام صوغان وصول مشاهدينا الكرام من متعب علي بن مانع برحمه الشامسي من يقدم متعب وياتي مع المركز الثاني في هذه اللحظات رابع المراكز الادعم لعبد الهادي بن صالح بن حمد الغفراني المري يقدم الادعم وياتي الادعم مع المركز الرابع انتقل مباشره الى المركز الخامس وارى من الوصول شاهين سعيد بن راشد بن سيف الشعالي مشاهدينا الكرام من يقدم شاهين مع المركز الخامس سادس المراكز وصل في هذه اللحظات وانطلق مختار حمد بن غانم بن سلطان الكواري من يقدم لنا مختار مع المركز السادس سابع المراكز من يصل وينطلق شاهين سلطان بن عبيد بن سعيد السبوسي ثامن المراكز نقلة مباشرة إلى ناصي مبارك بن محمد بن شيره العامري من يقدم ناصي وياتي مع المركز الثامن أما اللي في المركز التاسع ويصل سرمد لعلي بن غريب بن راشد الكتبي من يقدم سرمد أما في عاشر المراكز من الجانب الآخر ينطلق في هذه اللحظات وياتي بهذا المسار نشوان مسلم بن عبيد بالعرض الحميري ها هو النداء الأول لهذا الشوط الذي لا يقل أهمية وجائزة هذا الشوط سيارة بالانتظار للفائز بالمركز الأول هنا في هذا المحفل في هذا المهرجان مهرجان قصر الحصن ومع المسافة هي 8 كيلومتر نعود مع البداية مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول من يسيطر في مقدمة الشوط ويأتي بهذا المسار ينطلق مع الصدارة ينطلق الحاسم في مقدمة الشوط ومع المركز الأول تعود الملكية للحاسم لراشد مشاهدينا الكرام من يتقدم بهذا المسار وينطلق غزيلان لساري بن بلوش بن براك المزروعي في مقدمة الشوط ومع المسار الأول مع الانطلاق الأول مع الصدارة المركز الثاني يليه ويرافقه هنا في هذا الانطلاق الحاسم لراشد بن علي بن خالد القبر النعيمي مع المركز الثاني أما اللي في المركز الثالث هنا يتقدم متعب علي بن مانع برحمه الشامسي مع المركز الثالث انتقل مباشرة وبدوري إلى المركز الرابع وارى شاهين سعيد بن راشد بن سيف الشعالي من يقدم لنا شاهين ينطلق مع المرتبة الرابعة بهذا المسار والانطلاق ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس والوصول من شاهين سلطان بن عبيد بن سعيد السبوسي مع المركز الخامس سادس المراكز مختار حمد بن غانم بن سلطان الكواري مشاهدينا الكرام من يقدم لنا مختار حمد بن غانم بن سلطان العديفي الكواري من يقدم هذا الانطلاق ويقدم لنا بهذا المسار مختار وهو من ياتي بهذا الانطلاق مع المركز السادس سابع المراكز وصل الادعم عبد الهادي بن صالح بن حمد الغفراني المري مع سابع المراكز ثامن المراكز وصول من مهند عبيد بن محسب بن راشد المري يا سلام ينطلق هنا بهذا الشوط ومع مهند من ياتي مع المركز الثامن المركز التاسع شاهين المبارك بن سعيد بن محمد الكليلي وصل شاهين اول اذا عليه يتقدم مع المركز التاسع المركز العاشر ينطلق ناصي مبارك بن محمد بن شيره العامري ها هو النداء للمره الثانيه للعشر المراكز المتقدمه اذعناها كامله مكمله نعود مع البدايه مع مقدمه الشوط ومع المركز الأول مع الصدارة في هذا المسار والانطلاق
نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، إلى الانطلاق الأول. هنا من يحتل الصدارة، هنا من يغير الأمور وينتقل مع انتصاف المسافة مع الأربع كيلومتر. لقد انتهى أمرهن، ما تبقى إلا مثلهن. انتصاف المسافة هنا مشاهدينا الكرام ومقدمة الشوط. من يغير الصدارة؟ متعب. متعب هو من احتل الصدارة والمقدمة. علي بن مانع برحمه الشامسي مع مقدمة الشوط المركز الثاني، ويرافق متعب مع الصدارة، ينطلق بهذا المسار. غزيلان تعود الملكية لساري بن بلوش بن براك المزروعي. أما اللي في المركز الثالث، يا سلام، ثلاثة من الجعادين مع مقدمة الشوط ومع الصدارة والمركز الأول. ينطلق الحاسم راشد بن علي بن خالد القبر النعيمي. وصل مشاهدينا الكرام وانطلق في هذه اللحظات، يتقدم مشاهدينا الكرام بهذا المسار مع المركز الرابع. وصول في هذه اللحظات وانطلاق من شاهين سعيد بن راشد بن سيف الشعالي مع المركز الرابع. المركز الخامس، وصول من شاهين سلطان بن عبيد بن سعيد السبوسي مع المركز الخامس. المركز السادس، الأسامي بدأت تظهر مشاهدينا الكرام والتجمع هنا مع القيادة والصدارة قادمون إلى جسر العبور. وصول وقدوم من مختار حمد بن غانم بن سلطان العديفي الكواري. من يقدم لنا مشاهدينا الكرام هذا الانطلاق والمسار، الوصول والتقدم الممتاز في هذه اللحظات. هنا مشاهدينا الكرام وصل الأدعم، تعود الملكية لعبد الهادي بن صالح بن حمد الغفران المري القادم أحلى. وصل مهند عبيد بن محسن بن راشد المري، يا سلام، يتقدم هنا ويغير مباشرة إلى المركز الثامن ويبقي لمراقبة هذا الاسم. هنا مهند وصول مع جسر العبور، لافتة الثلاثة كيلومتر. القعدان مشاهدينا الكرام بدأت تجمع بعضا على بعض مع الصدارة والقيادة. يا سلام، يا ترى من لين شرف ناموس هذا الشوط؟ لمن السيارة؟ لمن السلامات في هذا الصباح؟ الكل باحث عن نقطة، الكل باحث عن فوز، الكل باحث عن يسجل نقطة ذهبية هنا من مسافة الثمانية كيلومتر. يا سلام، ومع مهرجان قصر الحصن وصل هملول خلف بن الصير بن خلف القبيسي أول إذاعة لهملول، يتقدم مع المراكز المتقدمة والقادم أحلى. وصل مشاهدينا الكرام شديد عبيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، يا سلام، أول إذاعة هنا 2 كيلو ونصف الكيلو. ونعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط، نعود مع المركز الأول. الشعالي هنا من أعلن حضوره وقدم لنا شاهين مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. سعيد بن راشد بن سيف الشعالي مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. المركز الثاني، غزيلان، غزيلان ما زال يسيطر هنا مع القيادة والصدارة، ويأتي مع المركز الثاني ساري بن بلوش بن براك المزروعي. المركز الثالث، شاهين سلطان بن عبيد بن سعيد السبوسي. ولكن هنا وصل، وصل، وصل اللي هو هنا مشاهدينا الكرام مبلش عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي المري. من يقدم لنا مبلش القادم أحلى. وصل في هذه اللحظات وانطلق ناصي سعيد بن ضحي بن خليفة الكعبي، وأول إذاعة لناصي من يتقدم مع المركز الخامس. المركز السادس، السرعة بدأت تبدو في هذا الشوط، الحماس بدأ يبدو. لمن الفوز؟ لمن الناموس؟ وصول وقدوم من سراب سيف بن حمد بن سلطان بن سيف بالقافلة. يا سلام، يا سلام. ولكن هنا صوغان عبد الله بن محمد بالويهلي حافي، أول إذاعة على مشاهدينا الكرام. واجهنا مع الكيلوين المتر الأخيرة، نعود مع البداية، قادمون للمنعطف الأخير، قادمون مع الكيلو ونصف الكيلو الذي يفصلنا عن الفوز هو الناموس. ياهو شوط، ياهو مشاهدينا الكرام، تجمع من القعدان كيلو ونصف الكيلو عن السيارة، عن الناموس، عن مقدمة الشوط. الصدارة شاهين، شاهين مع الصدارة. المركز الأول شاهين، تعود الملكية سلطان بن عبيد بن سعيد السبوسي. ولكن هنا ناصي ينطلق إلى مقدمة الشوط، ناصي، ناصي سعيد بن ضحي بن خليفة الكعبي مع البداية. ولكن غزيلان، غزيلان ما يرضى إلا بالفوز. هنا مشاهدينا الكرام من يقدم غزيلان ساري بن بلوش المزروعي. وصل غزيلان، وصل غزيلان، واحتل إلى موقع الصحيح. القادم هملول خلف بن الصير بن خلف القبيسي. ومن الجانب الآخر، يا سلام، هنا الانطلاق، هنا المسار، هنا يترى صغان عبد الله بن محمد بن الوهي اللي حافي. يا سلام، ولكن
القادم احلى، وصل بن عيد قادم بكل قوه يقدم شديد، عبيد بن عبد الله بن عيد المنصوري وقادم بشده لمن السياره لمن الفوز، ها هو التجمع من الجعدان يا سلام، ها هي المعركه ما بين القعدان الثنايا، وصل شاهين علي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي يا سلام، قادم قادم العليلي بكل قوه، عينه مع البدايه عينه مع المقدمه، ولكن شديد 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 مشاهدينا الكرام، وشاهين وغزيلان غزيلان شاهين شديد شديد شاهين غزيلان غزيلان شديد شاهين يا سلام، ولكن هنا من اللي واصل القمري ما يهاب، وصل في هذه اللحظات سالم بن محمد بن سهيل العامري، ولكن هنا علامة الجودة بدأت تظهر، الرقم واحد بدأ يصل نشوان 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 يحمل الرقم واحد، ولا يرضى إلا بالأول ولا يرضى إلا بهذا الرقم، مسلم بن عبيد بالعرض الحميري يا سلام، قادم بكل قوة، الصدارة وين الناموس وين المقدمة وين الانطلاق الأول، شاهين شاهين أو نشوان أو شديد شاهين ما يهاب نشوان، ولكن نشوان نشوان ومن الجانب الآخر اللي هو شاهين، أوصل شديد شديد بن عيد شديد شديد، ولكن الصدارة والمقدمة شاهين يغادر ينطلق بكل احترام بكل فوز، وهالي الرعفة سلام يا الرعفة، أسعد الله صباحكم يا هالي الرعفة على هذا الفوز والانتصار، إمارة أم القيوين ميدان اللبسة يشهد هذا الفوز، يستاهل هذا النجاح، تهانينا والناموس العلي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي، المركز الثاني شديد عبيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، المركز الثالث ما يهاب سالم بن محمد بن سهيل العامري، المركز الرابع وصل مختار حمد بن غانم بن سلطان الاديب الكواري، اما المركز الخامس نشوان سالم بن عبيد بالعرض الحميري. هكذا الابداع مشاهدينا الكرام، نذهب مباشره الى التوقيت الزمنيه لنرى مشاهدينا الكرام اثناء وصول شاهين لعلي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي، واسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام يا هالي ميدان اللبسه وهالي الرعفة في المعلى وبميدان لبسه بإمارة أم القيوين، 12 دقيقة مشاهدينا الكرام 57 ثانية خمسا من الأجزاء، تهانينا والناموس العلي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي، أما المركز الثاني الشديد قدم عرض شكر علي عبد الله أو عبيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، أسعد الله صباحك يا أبو عبد الله، التوقيت الزمني 12 دقيقة 58 ثانية ثمانية من الأجزاء، تهانينا والناموس لك يا طيار الوثبة على هذا الفوز. المركز الثالث من وصل مشاهدينا الكرام ما يهاب سالم بن محمد بن سهيل العامري، قطع المسافة في زمن وقدر 13 دقيقة بدون ثواني ثلاثة من الأجزاء، تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام، مناطة في ثالث المراكز ما يهاب سالم بن محمد بن سهيل العامري، تهانينا والناموس.